في الحالات الطبيعية يخفق قلب الشخص البالغ ما بين 60 إلى 100 مرة في الدقيقة الواحدة، ولكن قد يشعر الشخص بسرعة في خفقان القلب بشكل مفاجئ. يسهل الشعور بهذه السرعة في ضربات القلب لأن الضربات الطبيعية هي التي يمر فيها الدم في تيار منتظم بالقلب، أما الضربات السريعة فيحدث خلل في مرور الدم وتسارع النبضات، ويمكن أن يحدث هذا نتيجة لبذل مجهود كبير مثل ممارسة الرياضة أو الشعور بعاطفة قوية سواء توتر وقلق شديد أو إثارة تجاه موقف ما. وإن لم تكن الأسباب الشائعة هي المسؤولة عن سرعة نبضات القلب فقد يكون مؤشرا للإصابة بأحد الأمراض. أسباب مرضية لتسارع نبضات القلب. ما هي أبرز الأسباب المرضية التي تؤدي إلى سرعة نبضات القلب؟ فقر الدم من الأمراض المرتبطة بشكل مباشر مع نبضات القلب السريعة ووجود اضطرابات بها، وتفسير هذا أنه عند الإصابة بفقر الدم يقوم القلب بضخ كمية دم أكثر من الطبيعي حتى يعوض نقص الأكسجين في الدم، ويحدث نقص الأكسجين في الدم عندما ينقص الهيموغلوبين المسؤول عن حمل الأكسجين وهو ما يسمى بالأنيميا أو فقر الدم، ومع تراجع نسبة الهيموغلوبين بصورة كبيرة يمكن أن يحدث فشل في القلب. فرط الغدة الدرقية. عندما يصاب الجسم بفرط نشاط الغدة الدرقية فهذا يعني زيادة نسبة الحصر على صحة المصاب، لأن هذا يؤثر على كافة أعضاء الجسم ومن ضمنها القلب، حيث يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى سرعة خفقان القلب والعكس، فيحدث انخفاض في معدل ضربات القلب في حالة الإصابة بقصور الغدة الدرقية، وتزداد ضربات القلب مع فرط الغدة الدرقية نتيجة إفراطها في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. اضطرابات الأملاح في الدم. يتسبب خلل الهرمونات في الجسم إلى حدوث اضطرابات الأملاح في الدم مثل انخفاض في الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم أو ارتفاع الكالسيوم، فهذه الأملاح هامة جدا لصحة الجسم وقدرته على القيام بمختلف وظائفه، كما أنها تساهم في تنظيم ضربات القلب، وأي خلل بها يؤثر على المعدل الطبيعي للنبضات. وقد يتصور البعض أن اضطرابات الأملاح في الدم مرض بسيط، ولكنه في حقيقة الأمر يصبح خطير إذا تم إهماله، لأنه يؤثر على صحة القلب والجسم بشكل عام. انخفاض ضغط الدم. من أبرز الأمور التي تؤدي إلى سرعة ضربات القلب هو الإصابة بانخفاض ضغط الدم، حيث تزداد معدلات الضربات للحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم، كما أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على معدل نبضات القلب ويصيبها بالاضطراب، لأنه ينتج عن انفعال شديد أو غضب مما يسبب التسارع في خفقان القلب. وهناك أسباب أخرى متعلقة بصحة القلب مثل تصلب وانشداد الشرايين وقصور القلب أو حدوث اعتلال في توصيل الشبكة الكهربائية في القلب. مرض السكري. مريض السكري هو الأكثر تعرضا للإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين وقصور القلب، ويمكن تفسير هذا بأن تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية يؤدي إلى تصلب الشرايين التاجية، وغالبا ما يحدث ذلك قبل ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكن أن يبدأ مرض القلب في الظهور والتطور قبل تشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وبالطبع تؤدي أمراض القلب إلى تسارع اختلال في نبضاته سواء بالسرعة أو الانخفاض وفقا للحالة المرضية. انخفاض كمية السوائل بالجسم. يؤدي انخفاض كمية السوائل بالجسم والإصابة بالجفاف نتيجة عدم شرب الكم الكافي من الماء إلى عدم انتظام ضربات القلب، ولكن لا يمكن اعتبار هذا مرض خطير، فمع الانتظام على شرب السوائل والماء بمقدار لا يقل عن 8 أكواب يوميا سوف يستعيد الجسم صحته وتعود ضربات القلب إلى معدلاتها الطبيعية. نصائح عند الإصابة بسرعة نبضات القلب. وفي حالة الشعور بخفقان القلب الناتج عن الأسباب المؤقتة يجب القيام بالآتي: تهدئة النفس إذا كان هذا التسارع ناتجا عن الانفعال الشديد والتوتر، وبالتالي يجب أن تقوم بتهدئة النفس والابتعاد عن مصدر هذا التوتر، وينصح بتغيير الوضع الذي تكون عليه أثناء الغضب، فإذا كنت نائما فلتجلس، وإن كنت جالسا فلتقف، وإن كنت واقفا فلتمشي قليلا. التوقف عن بذل مجهود. المجهود الزائد غالبا ما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب، ولكن إذا تسبب في آلام يجب التوقف عن هذا المجهود وأخذ قسط من الراحة. وعادة ما يصاب ممارس الرياضة بسرعة خفقان القلب نتيجة قيامهم بمجهود كبير، وكذلك تزداد احتمالية سرعة ضربات القلب لدى الأشخاص الذين يتمتعون بأوزان ثقيلة. التوقف عن شرب الكافيين. فتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين تزيد من سرعة ضربات القلب، وكذلك الأدوية التي تحتوي على نفس المادة، وبشكل عام ينصح بعدم الإكثار من هذه المنبهات والاعتدال في تناولها حتى لا تسبب أضرار للجسم والقلب. شرب السوائل المفيدة لتعويض الجسم عما يفقده من سوائل، لأن النقص في السوائل يزيد من فرص سرعة نبضات القلب. الحذر من تناول الأدوية. ف
فمعظم الأدوية لها آثار جانبية على الصحة ومن ضمنها خفقان القلب، ولذا يجب عدم تناول الأدوية إلا بوصف من الطبيب، وكذلك الالتزام بالجرعات المحددة. الاستخدام المعتدل للأملاح، لأن الإكثار منها يسبب حدوث اضطرابات فيها مما يؤثر على القلب، ويفضل التقليل منها والإكثار من الأغذية الصحية كالخضروات والفاكهة. أما إذا تكرر الشعور بسرعة ضربات القلب فيستلزم سرعة التوجه للطبيب وعرض الحالة التي يمر بها المصاب للبدء في عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة التي تحدد سبب هذه المشكلة.